نبدأ بآخر الأخبار مع الزميل شحادي عازم، محرر في موقع بنت وجريدة بانوراما. يسعد مساك. أهلا، مساء الخير لك ميعاد، لك ولجمهور المشاهدين والمشاهدات. ما هي أبرز العناوين التي تتصدر موقع بنت الآن؟ نعم، الخبر الأخير الذي نشر في موقع بنت قبل قليل هو من دبورية، المجلس المحلي في دبورية وتحديدا رئيس المجلس زهير يوسف أعلن الحداد اليوم في البلدة، وأعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد في دبوري، وذلك بعد مقتل الشاب يوسف رميا بالنار. قناة هلا كانت قد زارت بيت الفقيد في ساعات ما قبل الظهر، والزميلة بيداء أبو رحال أجرت مقابلة مع حلمي يوسف وهو والد المرحوم يوسف، وهو روى يعني والدموع تخنقه كيف أنه فقد ابنا، يعني قال بما معناه أنا كنت أسمع عن كالآخرين عن أخبار القتل وعن أخبار العنف، ولم يعني أفكر للحظة أن الأمر سيصلني وسيصل بيتي. ويروي بأنه نجله اللي كان يعمل معاه وعاد الساعة الرابعة بعد الظهر من العمل خرج لشراء الشاورما للغداء، وعلى ما يبدو أنه كان هناك إطلاق نار، على ما يبدو أنه ليس هو المقصود، والرصاصات التي أصابت هذا الشاب أردته قتيلا. الأب يعني يكاد لا يصدق ما جرى، أو لا يصدق فعلا ما جرى، ولكن هذا اسم آخر يضاف إلى القائمة الطويلة من ضحايا الجريمة والعنف في مجتمعنا. ماذا يحدث لمجتمعنا في الآونة الأخيرة؟ كل هاي الأعمال والجرائم والعنف لا أعرف. نريد أن نتحدث عن السياسة، عن الأزمة في المشتركة، إلى أين وصلت الأمور؟ نعم، صباح اليوم تحدثنا إلى دعينا نسميه مصدر مطلع ومطلع جدا على ما يجري من مفاوضات داخل مركبات القائمة المشتركة. هذا المصدر أكد لنا بأن الاجتماع الثنائي الذي جمع ممثلين عن التجمع الوطني الديمقراطي وممثلين عن الحركة العربية للتغيير، هذا الاجتماع الذي عقد في الريني ونشرنا عنه يوم أمس انتهى في ساعات متأخرة من الليل، ولكن المصدر يقول بأنه بعده ما في إعلان رسمي عن خوض الانتخابات بقائمة تحالفية ثنائية التجمع والجبهة التجمع والعربية للتغيير، مع بحث ضم شخصيات مستقلة. أنا حاولت أن أفهم من هذا المصدر عن أي شخصيات تتحدث، وهو تحفظ عن ذكر الأسماء في هذه المرحلة، ولكن ميعاد على ما يبدو أن كل طرف يحاول الضغط على باقي الأطراف، وهذا نوع من الضغط على الجبهة التي هي يعني تقول بأنها هي الحزب الأقوى وأنها من حقها رئاسة القائمة المشتركة، وهناك من يقول ولكن ليس بالعلن أنها تطالب على الأقل بأربعة مقاعد من بين الستة الأولى. من الصعب جدا أن أقول لك بأن الأمور ستحسم هذه الليلة أو يوم غد، مع العلم ميعاد بأن كل يوم يمر وليس في صالح القائمة المشتركة. على ما يبدو أننا سنكون على مشهد مع مشهد مشابه لما جرى قبل دورتين، حينما يعني كان الانقسام في المشتركة وتم الإعلان عن تشكيلة نهائية للقوائم سواء تحالف الجبهة والعربية للتغيير في حينه ومن التجمع والموحدة من طرف آخر، كان في الساعة الأخيرة من إغلاق باب تقديم القوائم. نحن نعلم بأنه تقديم القوائم ينتهي يوم الخميس المقبل مساء، وعلى ما يبدو بأنه حتى يوم الخميس هكذا يعني الشعور يسود لدي، لا أدري إن كان هذا شعور سيصدق في النهاية أن الأمور ستكون شبيهة بذلك، وسيتم في نهاية المطاف الإعلان عن المشتركة بمركباتها الثلاثة، لأنه أي من المركبات الثلاث لا يستطيع أن يغامر بأن يخسر ويحرق الأصوات، وبالتالي يتحمل مسؤولية تراجع التمثيل العربي في الكنيسة بشكل ملحوظ. جملة عن الموحدة، في الموحدة هناك هدوء مستمر على الأقل في الأسبوعين الأخيرين، ويضعون اللمسات الأخيرة على ترتيب الأسماء بعد أن تم اختيار المرشحين في الموحدة، وعلى ما يبدو أنهم الأكثر جهودية في هذه الدورة الانتخابية. نعم، من المحلية إلى العالمية، وعن الخبر الذي أشغل العالم بأكمله وهو وفاة الملكة إليزابيث، واليوم الملك تشارلز سيلقي أول خطاب له باستفته ملكا. نعم ميعاد، الملك تشارلز يعني يجب أن نبدأ
بترديد هذا الوصف لتشارلز الذي حمل اسم او وصف ولي العهد البريطاني لعشرات السنوات، وقد يكون اطول ولي عهد ينتظر وصوله الى العرش البريطاني هو تشارلز. نعم، امس قصر باكنغهام اعلن عن وفاة الملكة اليزابيث الثانية. نحن نعلم بانه كانت اصلا بروتوكول طريقة الاعلان كانت قد نشرت من سنوات طويلة بان هناك خطة يطلق عليها اسم جسر لندن، وجسر لندن سقط، ويتم في البداية ابلاغ رئيسة الوزراء حديثة العهد، فقط يومين استلمت قبل يومين من اعلامها. نعم، الجنازة ميعاد ستستمر نحو 10 ايام، هكذا البروتوكول الرسمي، ويتخللها نقلها من حيث توفيت القصر الذي توفيت فيه الى عدة قصور اخرى، وعلى ما يبدو سيتم نقلها في المرحلة الاولى ليس على متن طائرة مروحية او سيارة عسكرية، انما سيكون بواسطة القطار. الملك اليزابيث من المنتظر ان يطل على الشعب البريطاني والعالم مساء اليوم في الساعة 6 مساء بتوقيت لندن. هو لم يطل بشكل مباشر انما في خطاب مسجل، هو اول خطاب له بعد تسميته واعلانه ملكا بشكل رسمي. ومن ثم تنتقل المراسم، يعني في كل يوم هنالك خطة اخرى الى ان ينتهي الامر في اليوم العاشر 10 ايام بعد وفاتها بمواراة جثمانها الثرى ودفنه في كنيسة تابعة لقصر الملك جورج السادس. نعم، قبل ان ننهي، ماذا عن حالة الطقس؟ الاجواء بادت معتدلة نوعا ما، وهذه فرصة لاستغلال نهاية الاسبوع بجولة في احضان الطبيعة مع العائلة. نعم، ميعاد عودة المدارس في 1/9 هي دائما تمثل الانتقال الى فترة الخريف. صحيح اننا عشنا في الاسبوعين او حتى الثلاثة الاخيرة اجواء حارة جدا، ولكن نحن نشعر بانه على الاقل في اليومين السابقين يعني كان هناك تراجع في حدة الحر، ولكن البشرى الغير سارة بانه هناك ارتفاع اخر على درجات الحرارة. اليوم شاهدنا يعني او لمسنا انه هناك رياح شمالية وشرقية ايضا في بعض المناطق حارة نسبيا مثل هذه الفترة، ولكن بكل الاحوال يبقى الطقس يعني مقبولا نوعا ما. وانت تعلمين بانه هذه الفترة هنالك تظهر بعض النباتات التي تبشر بقدوم الخريف. نعم، 21/9 طبعا رسميا. نعم، وهناك النباتات التي تشبه يعني لونها بيضاء التي تنتشر في بلادنا. من يسافر على شارع 6 في العديد من المقاطع ممكن ان يلاحظ اما في الوسط او على اطرافه هذه النباتات، يعني سبحان الله هي تظهر في فترة نهاية الصيف على عكس كل النباتات الأخرى. هناك صيادون أو محبون للطبيعة يخرجون في هذه الفترة لالتقاط الصور لها، ولكن يوم الأحد متوقع أن تتراجع درجات الحرارة، أن تنزل درجات الحرارة، وباقي أيام الأسبوع يعني ستكون الأجواء لطيفة، مع أنه لا نستغرب وقوع مفاجآت. يعني يوم الأحد يوم الاثنين عفوا قبل يومين عفوا فوجئنا بتساقط أمطار، صحيح خفيفة ولكنها أمطار في مدينة حيفا. شكرا لك على هذا الموجز. شكرا معاذ.